بون راني كملت. هادي هنا خدمنا مسلو تاع انسل باغيت. دوكا واش نديرو؟ نوريكم كي صنعوا الخيوط باش نوريكم يسمي اللي يجي في الوسط. بون لحقنا لكم هنايا، دوك نجيب الفي تاع حتى لهنا فوالا، ومن بعد نصوطي لهنايا هكا، ونجيب على هنا نفس البوان هكا، ومن بعد نعاود نجيبها لهنا لازم تراي ها ديستونس لي كاين من ومن. شوف واش نخلي هنا، نخلي هنايا باش ما تجينيش لي سمين معوجه. مع نجيبها لهنا هنا الخيط وكمل لي، نوريكم كيفاش ديرو كي يكمل لكم الخيط، ما ديروش عقده. وانا هكايا نفوتو هنايا تحت الخيط هكا، ونخرج لي قوي تاعي هنا، ونقطع الخيط نورمال هكا، ونقطع الفيل تاعي باش الخدمه تاعي والخدمه تاع مسلول كيما تخدمي هنايا تخرج لك من، لازم يكون بروبر من تحت فوالا. ومن داك نجبدو الخيط القماش تاعنا هكا، راني ركبت الفيل تاعي. دوكا نجيبو البرا تاعنا هنايا كيما قلتلكم ما فيهاش العقاتي، نسيتو كيما ركبنا الخيط شدوها يدوي هكا ونجبد هكا، وين نجيبها لهنا هنايا هكا. هنا واحد في الوسط وزوج على اليمنى وزوج على اليسرى ها، وغنزيدو نديرو واحد اخر منا ها. على بيها قلت لكم هذه يشبه شبيكه. دركا نبداو نرفد خيط ونخلي خيط، نرفد خيط ونخلي خيط، ونجبد فوالا، نجبد ها نجبد تالت دايما نطبع البلا تاعي لتحت الخدمة تاعي تجيني ما تجيش فراغ، تجيني معمرة وشابة هكا. كيما نطلع هكا باش ما نطولش معاكم وما تملوش، على مدى بيا ما نكوبيش هكا باش تتعلموا، سقطوا واحد اللي تكون جديدة في هاد الدومين تاع الطرز ولا تتعلم مليح. صح حاجه اللي ما فهمتوهاش قولوا لي عليها. والله البنات راني كملت التعمار كما راكم تلاحظوا، شوفوا كيفاش خرجت لي. بون حنا كي نكملوا هنايا زيدوا ننتقلوا الكاري اللي هنا، نعمروه بالبوان فيستون، وهنا زيدوا نعمروها كما عمرنا هنايا باش نديروا ياسمينه. بصح ياسمينه ما تجيش كما هكا للفوق، شوفوا لاحظوا هنا باش تفهموني، هذه كما عمرناها هادي تجي للفوق، وبعد تجي لمقابلتها تجي للتحت، وهادي تجي لمقابلتها. شوفوا سمعتكم هكا فوالا، شوفوا مليح تجي هادي للتحت، وبعد هادي تجي تاني للتحت، يجيو مقابلين. بون التعمار ماهوش كيف كيف كيما اللي عمرتهولكم هنايا، هذا التعمار باش تمشي يديكم. من بعد نوريكم هاد الغرزه تاني كيفاش نعمروها، هادي كيما اللي درناها في تاع فيديو باكيت وراي تاع فيديو باكيت. فوالا هاي فوالا هادي، هادي فيها دو باكيت، ولا هادي تاع انسيل باكيت. جيت تكونوا فهمتوا الشرح تاع اليوم، ومع نتلاقاو في درس جديد ان شاء الله. مع السلامه.